إذا أنت داخل جدا هذا المقطع، فهذا المقطع صحيح وحقيقة يا طيبين. في راح تشوفوا الآن شباب أنا كتير مصدوم منه، والصراحة ما أعرف شو بدي أقول لكم يا شباب. ركزوا معي كيف صراحة، يعني what the hell، شو هذا القاعدة عم نشوفه يا طيبين. طبعا أنا الآن الشباب بالسيرفر الهندي، أوكي شو بتعرفوا الأحداث مرات بتنزل عنا هيك، ورات عنا عندهم قبل هيك، والمهم باختصار after 2022 مكتوب معلم. شوف عم يقول لك يعني باختصار شيء اللي فهمته، انه بمناسبة السنة هاي الجديدة، اوكي كورة رجع، مو بس الساكورة، الفاير باس الثاني كمان، لا مو بس فاير باس باس الثاني راح، يعني مصدر ما اعرف شو بدي اتكلم يا شباب. واحد من اصحابي بعث لي هذا الصورة، قال لي عليكو ادخل فرع رجع. طيبين فاير باس الاول مع شخصية البنت تاعته، اوكي ما انتو شايفين فاير باس ثاني البنت، فاير باس ثالث ايوه ثاني مع السكين تاعو، الثالث مع البنت، والرابع والبنت. مو بس الرابع فيه، لسه فيه الخامس. اقدم فاير باسات يا طيبين رجعوا بفري فاير. اللي عم يصير لسه ما انتهينا، عندنا الاشياء تاعته يعني اللتمه هيمن، هي الوشاح هذا مع الحقيبات، حقيبه الفاير بلاس الاول. تقول يا شباب قاعد بتكلم يعني خلاص، ما بعرف الصراحه يعني ما اعرف شباب. اترك لكم التعليقات بكل اختصار، اترك لكم التعليقات يا شباب تفرجوا لي تفرج. وبس هيك، حتى البانر والافاتارات والاشياء كله يعني والله يعني انا I can't understand بكل صراحه يا طيبين. تفرج لا مو بس هيك، مو بس هيك تفرج تقعد عم تشوف ولا شلون. ما لي عندهم فاير باسات الاولى الشباب، يعني انا اولهم يعني والله ما يعني ما انا اترككم انتوا تعلقوا شباب، انتوا تعلقوا يا اساطير. التيشيرتات والاشياء ولا اي شيء معلم، اوكي موجود هون هذا وكل شيء موجود. طبعا نزل هون عندهم بهذا الشكل عن طريق استبدال بالتوكن، اوكي هذا 180. نرجع شوي بس نستوعب لكم، نرجع لهون نلف ب 400 جوهره عندهم، 10 معلم، 10 10 10 10 10 يعني 400 جوهره ممكن يطلع لك الفاير باس، او لا ممكن 40 جوهره. المهم شباب صراحه ما عرض اعرف شو بدي اقول لكم، انا كلش مصدوم من هذا الشيء. فاير باساتنا موجودين امامنا، تفرجوا جميع الفاير باسات يعني ساكورا كل شيء. اوكي هون طيب، طبعا هون يا شباب هون عندنا ال 180 الاول، 180 الثاني، 180 البنت والشاب، 180 معلم، 180 توكن. يعني انا وقعت شباب هيك عم بتفرج جهاز، جبت المت تبعيتي، انت كنت صراحه مشغول، جيت على وصلتني الرساله، جيت على البيت بسرعه بس مشان اصور. ما اعرف شو دخلكم، بس ولكن في شغله ملاحظ عليها، ما اعرف الالوان طبعا متغيره، يا اما انا صار لي فتره ما داخل على اللعبه ولا كيف. لا بس شباب لا هدول الفاير باسات موجوده امام عيوننا. اول شوف ايوه راح تقرأ بالتعليقات شو هي يعني الساكورا 180 اول والثاني والثالث، اوكي فرج، واللي بعده 120 معلم، حتى اللي بيشاح له شحب 50 30 يعني والله يا طبيب ما اعرف شو دخلكم. عندنا هذا الثلاجة الثانية، لوت بوكس، ايوه الثاني، وهذا كمان المضرب بنعرفه، ايوه. بتقول يا شباب متوقع هذا الشيء؟
ولكن صار. قلت الفاير باس الاولى يا طيبين. نو كومنت صراحة يعني. دايم. اللي بعده حقيبة الفاير باس الثاني. دايم. ثالث. لوت بوكس. هذا كمان. هذا كمان. لوت بوك تبع الساكورا. عارف. اقسم بالله. ترى يعني. يعني والله ما شفت هذه الحقيبات معلم هدول كلياتهم. جميل اشياء. تبع 10 معلم. يعني اذا بتعمل حسبة كلها معلم ما اعرف كم راح يكلف لتجيب الفاير باسات كلياتها مع الاشياء تاعتها. بس ولكن ولكن شو يا شباب هذا كل شيء موجود امامنا. كل شيء موجود ما بيا طيبين. بس انا صراحة يعني نو كومنت يعني ما اعرف شو دخلكم يا شباب. صراحة يعني فرج 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 ديو البنر يا الله البنر فرج على البنر يا الله بخمسة توكن فقط خمسة توكن. هاي كمان عنا هاي كمان كله بخمسة هون معلم قرب جرب. اوكي ريلي افاتار الافاتار يب دول افاتارات البنرات معلم دول البنر هون الافاتار هون البنر عندنا الافاتارات التانية تبعت الفاير باسات التانية وكل شيء موجود هون امام عيوننا. فرج التيشيرتات ما التيشيرتات والحركات ويا سلام فرج حقيبات افاتار بانر افاتار فرج يا الله هدول كمان تسع لا هدول عسل لا والله هدول ايه هدول عرفناهم ايوه فرج ايوه ترى في اشياء امامي شاب من كثر ما يعني انا ناسيهم هلا بكتشفهم. او ماي جاد مان صراحه ما اعرف شو دخلكم. لو حبايبي الكرام الله يسعد ليكم يعني لا يمكن يعني اللي يعني والله ما اعرف شو دخلكم. بالمناسبه حبايبي الكرام الله يسعد ليكم يا طيبين ان شاء الله يعني ما بعرف انا صراحه بدي اشوف التعليق تعليق وكل شيء بدي اشوف تعليقاتكم اوكي بس ولكن خلي الموضوع ريلاكس اوكي. او ماي جاد شباب يا الهي. بالمناسبة شباب انا فتح قناة جديدة على اليوتيوب اوكي منزل عليه محتوى ارك برنسيبال يعني بشي يعني الرئيسي هيك بتمنى لكم توصلوا شباب اذا مش مشترك هناك روح اشترك هناك حبيبي والله. السلام عليكم.